تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن وبتنظيم من مكتب فضائية نورسات الأردن أحيت الكنائس الرسولية في المملكة وللسنة التاسعة على التوالي في كاتدرائية الروم الملكي للكاثوليك أم السماق احتفالية من أجل أسبوع الصلاة لوحدة المسيحيين في العالم تحت عنوان وأظهر لنا أهلها عطفا نادرا بمشاركة ممثلين عن المجالس والفعاليات في الكنائس المحلية وعدد من الاباء الكهنه والشمامسه والرهبان والراهبات وجموع من المؤمنين. تفاصيل اوفى حول هذا الاحتفال الكنسي الحاشد في سياق التقرير التالي. برعايه كريمه من مجلس رؤساء الكنائس في الاردن نظم مكتب نورسات صلاه من اجل وحده المسيحيين. شارك فيها الاساقفه رؤساء الكنائس في الاردن وعدد كبير من الكهنه والشمامسه والرهبان والراهبات وشخصيات رسميه خاصه وعامه وجمع غفير من المؤمنين وذلك في كاتدرائيه القديس جوارجيوس للروم الملكيين الكاثوليك بعمان حيث جاءت هذا العام بعنوان واظهر لنا اهلها عطفا نادرا. وفي بداية الاحتفال رحب قدس الأب بسام شحاتيت النائب الأسقف العام بالحضور باسم المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة الروم الكاثوليك وباسم الرعية وأبنائها. أهلا وسهلا بكم جميعا. كما ألقى أمين عام مجلس رؤساء الكنائس في الأردن الأب الإيكونوموس إبراهيم دبور كلمة روحية ركز خلالها على فضيلة المحبة التي تجمع سائر الكنائس المسيحية والتي تعمل على وحدتها وقد دعانا إلى حفظ وصاياه وأن نحب بعضنا بعضا لا بالكلام وإنما بالأفعال أيضا لأنه قال الذي عنده وصايا ويحفظها فهو الذي يحبني والذي يحبني يحبه أبي وانا أحبه واظهر له ذاتي لنصلي معا إلى الله القدير أن يوحدنا بمحبته ونظهر أعضاء جسده الواحد حتى نحافظ على بنوتنا لله آمين وقد شارك سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين بصلاة روحية لأجل الوحدة كما شرح المطران جبارة للمؤمنين عن الحاجة للتوبة الباطنية لأجل القدرة على اكتساب الوحدة الكنسية هو العنوان العام الذي أعلنه مجلس الكنائس العالمي لتأملات هذا الأسبوع الذي يحتفل به معظم المسيحيون في العالم بين 18 و 25 كانون الثاني. وهذه السنة فإن كنائس مالطا هي التي تدعو المسيحيين للصلاة على نية الوحدة المنشودة. وقد أعدت هذه الكنيسة موضوع التأملات لهذا الأسبوع المرتكز على الترحيب الذي لقيه القديس بولس وغيره من ركاب السفينه التي كانت على وشك الغرق ورست قباله جزيره مالطا الجدير ملاحظته في الروايه المذكوره هو حراره الاستقبال والاهتمام اللذين لقيهما الرسول بولس ورفاقه من قبل سكان الجزيره الذين لم يكونوا مسيحيين بعد وجزيره مالطا هي نفسها واحده من الاماكن العديده الواقعه اليوم في قلب قصص المهاجرين من هذا الشرق الذين يحاولون الهروب من الكوارث الطبيعيه والحروب والفقر والبطاله والمهانه بالنسبه لنا نحن المسيحيين الذين يواجهون اليوم مثل ازمات الهجره تلك فان هذه القصه تطرح علينا تحديا هاما هل نشارك نحن ايضا بعدم مبالاه بارده ام اننا نعطي شهاده على انسانيه فوق العاده تجعلنا شهودا للعنايه الالهيه والمحبه الحنونه فالضيافه هي فضيله ضروريه للغايه في بحثنا عن الوحده المسيحيه والاردن بلد مضياف ابناؤه من أهل الجود والكرم. من الناحية التطبيقية، وكما حدده الكتيب الموضوع لسنة 2020، فإن الاحتفال المسكون بأسبوع الوحدة يشير إلى أننا كمسيحيين نظهر وحدتنا ليس فقط من خلال الترحيب بعضنا ببعض، ولكن ايضا من خلال الترحيب واللقاء الموصومين بالمحبه باولئك الذين لا يشاركوننا لا اللغه ولا الثقافه ولا الايمان ولا العقيده دع الجميع كما قاد الاب عماد بواب جوقه الكنيسه التي قدمت اجمل الالحان الكنسيه ورفعت صلوات المؤمنين الخاصه من اجل السلام في العالم اجمع واختتمت الدكتوره باسمه السمعان مدير مكتب فضائيه نورسات في الاردن الاحتفال بكلمه شكرت فيها باسم مجلس رؤساء الكنائس في الاردن ومكتب فضائيه نورسات غبطه البطريرك كيرس كيرس ثيوفلس الثالث بطريرك المدينه المقدسه وسائر اعمال الاردن وفلسطين على الرعايه الكريمه وشكرت ايضا رؤساء الكنائس في الاردن وجموع المؤمنين الذين لبوا الدعوه للمشاركه في هذه الصلاه من اجل وحده المسيحيين ومن اجل الامن والسلام وخاصه في المناطق التي تتعرض للاضطهاد والحروب والنزاعات وأشارت السمعان إلى أن احتفال هذا العام ما هو إلا ثمار جهود كنائسنا المقدسة التي جسدت كلام السيد المسيح بأن نكون كلنا واحدا في جسده، همنا واحد وأحلامنا واحدة، ونسعى دوما لأن نوحد مواقفنا الرعوية والإنسانية والوطنية. وفي ختام كلمتها رفعت الدكتوره باسمه السمعان الدعاء بأن يحفظ الله الاردن واهله وقائده جلاله الملك عبد الله الثاني بأن يبقوا بسلام وبركه وان يبقى هذا الوطن على الدوام واحه امن واستقرار. نشكرك يا رب على نعمه الحياه وعطيه محبتك الحنونه التي تهدئنا وتقوينا. نشكرك لعطاياك التي تنعم بها علينا وعلى كنائسنا أعطنا يا رب روح الكرم نحو الجميع في مسيرة تقدمنا وخدمتنا معا وأيضا نصلي من أجل جلالة الملك عبد الله الثاني بأن يبقى على الدوام حاميا لهذه الأسرة الواحدة الكبيرة دعينا العلي القدير أن يحفظه وان يبقى بلدنا واحه امن وامان وان يرعى حكومتنا وجيشنا واجهزتنا الامنيه ودائما معونتنا من عندك يا رب امين. وقد شارك في هذا اللقاء بطريركيه الروم الارثوذكس وبطريركية اللاتين ومطرانية الروم الملكيين الكاثوليك ومطرانية الأرمن الأرثوذكس وكنيسة السريان الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية العربية والكنيسة الإنجيلية اللوثرية وكنيسة الأقباط الأرثوذكس والكنيسة المارونية وكنيسة السريان الكاثوليك وكنيسة الكلدان وكنيسة الأرمن الكاثوليك وتاتي هذه الصلاه السنويه في اسبوع عالمي تدعى فيه كنائس العالم المتعدده الى الصلاه من اجل وحده الكنيسه ومن اجل السلام في العالم اجمع حيث يعود تاريخ اطلاقه الى قرن مضى ويحتفل به مسيحيو العالم سنويا لطلب تلك الهبه الرائعه <applause>